أكيد، خليني أطلع معك في الخبر الثاني اللي أعلنت فيه وزارة الصحة عن إمكانية حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من بين 18 سنة وأكثر، شرط أنه يكون قد مر عليه 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية. ونصحت وزارة الصحة الفئات ذوي الخطورة بالمسارعة لأخذ الجرعة التنشيطية لتعزيز المناعة والوقائية من فيروس كورونا. حجزتي ولا لسه؟ أنا صراحة أنا توي بقرأ الخبر معاكي، إنه أنا أول كنت حسيبة بس لفئات معينة اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، فيبدو إنه الموضوع متاح للجميع. أنا حجزت لأنه لازم أحس إن أنا أحجز، مع إنه أنا ما أدري إذا بيعطوني ولا لا صراحة، لأني كنت مصابة وأخذت جرعتين. صح، فهل تتوقعين يعطوني يوافقون لسه؟ ما أدري.